السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه مجالا لكاتب برازيلي يتحدث فيه عن براعة اليمنيين في خوض المعركة البحرية ضد أمريكا وحلفائها وعن دهائهم في إدارة هذه المعركة. هذا الكاتب أورد في إثبات ما كتبه في مجاله العديد من الشواهد التي تدعم صدق ما قاله. المهم لا أطيل عليكم ودعونا نخش في الموضوع. يقول كاتب المجال البرازيلي بيبي إسكوبار في مجال نشره موقع المهد بعنوان كيف تعيد الحمية اليمنية تشكيل الجغرافية السياسية، إن القوات المسلحة اليمنية نجحت في قلب الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجيوسياسي رأسا على عقب، بما قال إنه محيطات من الدهاء والفطنة الاستراتيجية وليس فقط بصواريخهم وطائراتهم المسيرة، منوها بأن الغرب بحاجة إلى الاطلاع على بعض الحقائق التاريخية ليفهم العقلية اليمنية. وأضاف بيبي إسكوبار أن القوات اليمنية المسلحة نجحت منذ البداية في فرض حصار على باب المندب وجنوب البحر الأحمر فقط ضد سفن الشحن المملوكة لإسرائيل أو المتجهة إليها، وكان هدفهم الوحيد ولا يزال هو وقف الإبادة الجماعية في غزة والتي يرتكبها المحتلون الإسرائيليون الكتابيون. كما تحدث هذا الكاتب عن الاستراتيجية التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية بأنها بحركة واحدة استحوذت على الميزة الاستراتيجية من خلال السيطرة الفعلية على عنق الزجاجة الجيوإقتصادي الرئيسي وهو باب المندب، مضيفا أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد يدفع اليمنيين إلى توسيع عملياتهم البحرية، مؤكدا أن لديهم القدرة على مضاعفة جهودهم إذا لزم الأمر. الشيء المهم الذي كشفه هذا الكاتب في مقاله هو أن تجارا في الخليج العربي أكدوا بشكل غير رسمي أحاديث مستمرة مفادها أن اليمن قد يفكر في فرض ما يسمى بمثلث الأقصى الذي سمي على غرار طوفان الأقصى، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستعني الإغلاق الانتقائي ليس فقط لطريق باب المندب والبحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، ولكن أيضا مضيق هرمز وقطع إمدادات النفط والغاز إلى إسرائيل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن أكبر موردي النفط لإسرائيل هم في الواقع من أذربيجان وكازاخستان. وأكد الكاتب البرازيلي بقوله هؤلاء اليمنيون لا يخافون من شيء، وإذا تمكنوا من فض المثلث في هذه الحالة فقط بمشاركة إيرانية مباشرة فمن شأنه أن يحقق التصميم الكبير لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اختالته الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هذه الخطة تحمل إمكانية واقعية لإسقاط هرم مئات التريليونات من الدولارات من المشتقات المالية وبالتالي النظام المالي الغربي برمته، موضحا أن اليمنيين تمكنوا حتى الآن من إضعاف مصداقية الرواية الأمريكية التي وصفها بأنها كذبة كبيرة سمينة، وأن عمالقة التأمين في الغرب فهموا تماما قواعد الحصار المحدود الذي فرضه اليمنيون، فالسفن الروسية والصينية على سبيل المثال تتمتع بحرية المرور في البحر الأحمر، هذا رفضت شركات التأمين العالمية فقط تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية تماما كما أرادوا. وقلل إسكوبار من الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن ومدى تأثيرها على اليمنيين، حيث قال لا يوجد دليل قوي على أن البنتاغون لديه أدنى فكرة حول ما تضربه صواريخ التوماهوك في اليمن، وحتى مئات من الصواريخ لن تغير شيئا، مذكرا بأن اليمنيين تحملوا بالفعل 8 سنوات من القوة المالية المتواصلة من الولايات المتحدة
وبريطانيا والسعودية والإمارات وانتصروا بشكل أساسي، وأنهم لن يلينوا اليوم بسبب بضع ضربات صاروخية. وقدم اسكوبار سردية تاريخية موجزة تربط التاريخ بالجغرافيا، يعني ذكر تاريخ الحروب الأمريكية مع الشعوب الأخرى وكيف أدت تلك الحروب إلى الهزيمة المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية، كما ذكر ما تعرض له اليمن من غزو وكيف كان اليمن دائما وأبدا مقبرة للغزاة لكل من أتاه غاديا. وهو بذلك يذكر الغرب بضرورة تجنب الحرب مع اليمن، لأن اليمن يعد مقبرة فعلية للغزاة على مر التاريخ، وبهذا تشهد الوقائع التاريخية المتتالية سواء مع الرومان أو مع العثمانيين أو مع بريطانيا، فكلهم انهزم في اليمن واضطر إلى الخروج من اليمن أو أن جيوشه دفنت في اليمن. وأكد أنه من المستحيل تماما بالنسبة للغرب وحتى للأغلبية العالمية أن يفهموا العقلية اليمنية بدون تعلم بعض الحقائق التاريخية، كما أكد أن اليمنيين يستندون في دفاعهم عن فلسطين إلى العديد من القيم والدوافع الأخلاقية والدينية والإنسانية، وهي القوة المعنوية لليمنيين، وكيف أن هذه القيم والمثل والدوافع الأخلاقية والدينية والإنسانية هي بالنسبة للغرب مجرد كلام، أما بالنسبة للشرق فهي فلسفة أساسية. واختتم اسكوبار مقاله بالإشارة إلى أن اليمنيين يستطيعون دائما زيادة الضغوط من خلال التمسك بخطابهم بقوة ومدفوعين بقوة الحمية، مؤكدا أن تورط الولايات المتحدة في مواجهة مع اليمن سيجعل تجربتها في أفغانستان والعراق وسوريا تبدو وكأنها عطلة نهاية أسبوع في ديزني لاند. بصراحة أنا هذا الكاتب أذهلني، وعندما قرأت مقاله هذا شعرت بأنه يمني أكثر من اليمنيين، يعني أورد حقائق عن اليمنيين لا يعرفها أكثر اليمنيين، وقدم للغرب درسا أتمنى أن يفهموه. أتمنى من الحكومات الغربية أن تتفهم وأن تدرك وتعقل هذا الدرس، لأن الاقتراب من اليمن سيشكل لها وردة حقيقية، فالحرب مع اليمن ستكون جحيما حقيقيا لكل من يتورط في الحرب مع اليمنيين. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وتقبلوا خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.